اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قدمته قبل الفاصل، هو مدير فني لفريق كبير واسم كبير في الدوري الممتاز وفي الكره المصريه، فريق حرس الحدود، بس هو كمان كان اسم كبير كلاعب في الكره المصريه واسم كبير كمدرب حاليا، لاعب محترم مدرب محترم، الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود. مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك كريم. طبعا شكرا على المقدمه الجميله دي، وانا اسعد ان انا موجود معاك النهارده طبعا، وانت صديق عزيز يعني، ومبسوط ان انا معاك النهارده. شرف ليا يا كابتن محمد، شرف ليا. لازم اقول لك انه شخصيا سعيد بعوده حرس الحدود للدوري الممتاز، واكيد ناس كتيره سعيده بعوده حرس الحدود للدوري الممتاز، لان حرس الحدود سايب ذكرى حلوه عند الجماهير المصريه. ده الفريق اللي يقدر ينافس اهلي وزمالك على بطوله، بس فعليا، عشان في فرق كتير بنبقى عندنا امل انها تنافس اهلي وزمالك بس بتنافس، لكن حرس الحدود خد بطولات من اهلي وزمالك، فيعود حرس الحدود مره اخرى للدوري الممتاز بهذه السرعه، دي حاجه اكيد تبسطنا جميعا، واكيد عملتوا مجهود كبير الموسم ده. طبعا زي ما حضرتك قلت، نادي حرس الحدود فرقه كبيره، وفرقه لها تاريخ ولها اسمها بشكل كبير جدا. صحيح. الفترات اللي فاتت لو جينا قلنا العشر سنين اللي هم من 2005 ممكن لحد 2015، ممكن نكون تاني فرقه في مصر بعد النادي الاهلي تقريبا خدت 3 بطولات. ما اظنش ان في حد خد 3 بطولات في الفتره ديت، واخدين 2 كاس وسوبر الفتره اللي كنا بنلعب فيها مع كابتن طارق العشري. فاكيد حرس الحدود فرقه كبيره. الدوري اللي اتلغى ده انتوا كنتوا متصدرين كنا اول 2011. انا بفكر الناس بس بالظبط، انتوا كنتوا متصدرين الدوري. 2011 كنا متصدرين الجدول لحد اخر ماتش اتلعب قبل ما الدوري يتلغي. صح. كنا ماشيين بشكل كويس جدا جدا. صح. كنا متصدرين الدوري عن الاهلي وعن الزمالك. فطبعا نادي حرس الحدود نادي كبير جدا واسم كبير جدا وحقق بطولات، لان هو نادي عنده استقرار ومكانته الطبيعيه يبقى مع الكبار، يبقى في الدوري الممتاز. ده المكانه الطبيعيه لنادي حرس الحدود. عشان يرجع تاني حرس الحدود اكيد المجهود كبير، ومجموعتكم كانت مش مجموعه سهله، وانك تحسم كمان الصعود بشكل بدري ده برضو مش حاجه سهله. احكي لي كده الموسم ده عملتوا ايه عشان توصلوا مره اخرى للدوري الممتاز؟ اكيد طبعا مجموعه بحري مجموعه صعبه جدا في منتهى الصعوبه، للملاعب اللي بتتلعب فيها الماتشات، للملاعب للانديه الجماهيريه الكبيره اللي متواجده في طموحها طبعا، اللي متواجده في مجموعه بحري، وكل الانديه الجماهيريه عندها طموح بشكل كبير جدا، في مدربين كبار جدا جدا في مجموعه بحري. مجموعه يعني عايز اقول لك ان فيها كابتن ايمن المزين صعد 4 أو 5 مرات طبعا، كابتن محمد صلاح، في كابتن مصطفى عبده، في حسام عبد العال عامل موسم كويس، في الكابتن ساري، في الكابتن كرم جابر، في الكابتن احمد فاروق سبورتنج عامل موسم كويس جدا. فقصدي اقول لك فيها كمان مدربين اسماء عمالقه، مجموعه صعبه. صح. فيها تقريبا ممكن الصرف فيها ما يكونش عالي بشكل كبير جدا، كلنا الدنيا قريبه شويه في موضوع الصرف. بس ما هو كلكم شبه بعض بالظبط، يعني برضو ايه عارف، لو في حد فارق عن التاني هنضمن انه خلاص ده صعب بالظبط، لكن انتوا كلكم منافسه قريبه جدا وفيها مدربين زي ما قلت لك مدربين كبار جدا في المجموعه. صح. فالمشوار كان صعب. انا بدات الموسم، انا طبعا السنه الموسم اللي فات كنا شغالين انا وكابتن محمد حليم طبعا، الكابتن التاريخي بتاع النادي، كنا شغالين طبعا انا وهو مع بعض، وكنا ماشيين مع فاركو لحد اخر ماتش الموسم اللي فات. صح. فاركو صعد بفرق هدف او هدفين. كان موضوع صعب جدا علينا برضو كفرقه الموسم دوت. اشتغلت مع انا وكابتن حليم برضو 5 ماتشات في اول الدوري، بعدين الكابتن حليم لظروف ما ساب الفرقه وراح القناه. وماشي كويس، ببارك له على المستوى اللي بيأديه يعني. طبعا. وبعد كده انا توليت المسؤوليه ثقه مجلس الاداره، كان اللي هو باسم رياض كان رئيس النادي في التوقيت دوت، هو اداني تكليف بان انا اكون موجود على راس الجهاز، والحمد لله قدرنا ان احنا نعدي بالموضوع في توقيت كان صعب جدا. وفي توقيت كمان كان حاسم في نص الدوري كده او بعد الدور الاولاني بشويه، كان جه اللي هو عماد يماني، كان رئيس النادي اتغير، فجه اللي هو عماد يماني قائد القوات رئيس النادي دلوقتي، دعمنا بشكل كويس جدا، ودخل يعني كان تغيير حصل في وقت مهم جدا للفرقه. فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نرجع النادي لمكانته الطبيعيه. المنافسه كانت صعبه جدا جدا لاول مره، يعني كل سنه كان الموضوع كان بيبقى بين فرقتين او 3 فرق بالكتير بيفضلوا ينافسوا. السنه دي لا، السنه دي الموضوع كان صعب في المنافسه، كان في زي ما قلت لك ابو قير كان بينافس، البلديه كانت بتنافس، الاولمبي كان معانا اسبوع باسبوع كان بينافس، ديكيرنس اشتغل شويه معانا في المنافسه، كفر الشيخ اشتغل معانا شويه في المنافسه. فالمنافسه كانت صعبه جدا من الاول، ما كنتش تقدر تقول ان الماتش ده انا هدخل اكسبه وفرقه، لا، ما كانش في حد عارف مين هيكسب مين في الدوري دوت. كان في ماتشات كتير جدا انت حاسس ان هي في ايديك، لا، كنت بتلاقي صعوبه فيها كبيره جدا. لاول مره عكس المواسم اللي فاتت، حتى الهبوط نفسه
اتأخر لآخر أسبوعين، ما كانش فيه حاجة حسمت، فعشان كده الماتشات برضو حتى اللي هي الفرقة اللي كانت بتصارع إنها تستنى في الدوري كانت بتقاتل وبتلعب بشراسة لحد آخر أسبوع، فده اللي كان مخلي الصراع محدش عارف مين هيحسمه لحد تقريبا قبل الموسم ما ينتهي بثلاث او اربع جولات. احنا الحمد لله بطاقه الصعود الحمد لله كانت من نصيبنا، لان احنا الحمد لله نستحق ان احنا نبقى متواجدين في الدوري الممتاز. ايه المطبات بقى؟ يعني انت اكيد واجهت مطبات وواجهت مرحله من الشك، حسيت انه لا هيحصل لي زي الموسم اللي فات، ممكن الدنيا تفك وما اعرفش اصعد. ايه المطبات اللي واجهتها السنه؟ ايه المباريات الصعبه اللي واجهتها السنه دي؟ لا هو يعني ما كانش عندي شك ان احنا مش هنصعد. كنت متاكد؟ يعني طبعا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وثقه في جهد اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير جدا، وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي شغلنا. كنت متاكد، لان الدوري هي النفس الطويل. هي النفس الطويل والاستقرار مهم، والنادي اصر، ويعني اصر ان انا اكمل على راس الجهاز. حصل فتره مش هقول عصيبه، حصل فتره تعادلات شويه في كام ماتش ورا بعض، شويه احنا ما كناش راضيين عن التعادلات ديت، بس انا كنت شايف ان التعادلات ديت في وقتها كانت مناسبة، لأن في توقيت معين أو في توقيت في خلال الموسم اتصاب عندي أهم اللعيبة. اتصابت عندي، ما كانتش موجودة عندي، اتصابت قعدت مثلا السبع والثمان ماتشات بتاع شهر ونص شهرين. عندي مصطفى صبحي هداف الفرقة، عندي ممدوح اتصاب، عندي خط الظهر بتاعي اتصاب، فكان في توقيت لا الناس كانت زعلانة إن أنت بتاخد بونت من فرق معينة في الدوري، بس أنا كنت شايف إن كان في التوقيت دوت البونت كان مكسب، ما كانش خسارة. اتعادلنا شويه كتير لكن برضو المنافس بتاعك كان بيتعثر، كان بيخسر، كان بيتعادل، فكانت في ماتشات صعبه، كان في ماتشات صعبه، كان في البلديه، في البلديه كان ماتش صعب، الماتشين بتاع ابو قير كان ماتشين صعبين جدا، الحمام في الحمام ماتش صعب، ماتش صعب جدا جدا جدا، الاولمبي كان ماتش، كان ماتش حاسم قبل يعني بعد التوقف على طول، كان ماتش حاسم بشكل كبير جدا، كنا احنا فرق 4 بونت وهنلعب الاولمبي، كان ماتش صعب جدا وحاسم، كسبنا الماتش فرقنا بقينا 7 بونت. كان عندي ماتش الزرقاء، والزرقاء كانت هابطه، من اكتر الماتشات اللي كنت قلقان منها ماتش الزرقاء، لان حصل معايا نفس الموقف السنه اللي فاتت واحنا موجودين، كنا بنلعب كفر الشيخ على ملعبنا، لو اتعادلنا وماتش وكفر الشيخ برده كانت بتعاني من الهبوط، لو اتعادلنا نصعد دوري ممتاز. انت وفرقه طبعا مفيش، بس انت نازل حتى ما قدرناش نفكر ان احنا، طب ممكن لا كنا بنفكر في حاجه ان احنا نكسب، مع انك انت ممكن تفكر تتعادل تصعد دوري ممتاز. خسرنا على ملعبنا وما قدرناش نصعد، فاركو بالخساره ديت فاركو بقى معانا في البونت، فصعد هو عننا بالاهداف، لان حتى نتيجه الماتشات انا كنا كسبانه 2-1 في الدور الاولاني وهو كان كسبنا الدور الثاني او العكس. يعني حتى نتيجه الماتشات كانت زي بعض، هو كان فارق بالاهداف. دي حاجه صادمه، صادمه. فالماتش اللي هو الزرقاء دوت، انت الصعوبه في الكوره من وجهه نظري ازاي تقدر تحفز لعيبتك اسبوع ورا اسبوع، اسبوع ورا اسبوع، ما تهبطش بالظبط. فبيبقى في ماتشات هي مش محتاجه حافز، يعني زي الدوري الممتاز. احنا ما فيش مدرب بيقول لنا حاجه في ماتش الاهلي والزمالك، الماتشات الكبيره صح، انت اصلا عايز تلعب الماتش ده مزود. فاللي بتعمله 100% بتعمله 200%، بتنام من غير بدري، ما المدرب ما يقول لك حاجه، هيقول لك ايه؟ انت انت عايز تلعب الماتشات دي. فالماتشات اللي هي بتبقى كبيره قدام الفرق الكبيره قدام المدربين الكبار انت بتبقى متحفز فيها. الزرقاء طبعا مع كل احترام، بس هي كانت خلاص لظروفها، لظروف اللي حصلت لها، فكانت هابطه، فالماتش كان على ملعبي، فكنت قلقان يحصل معايا، لان السيناريو كفر الشيخ كان في ذهني طبعا، كان في ذهني طول الوقت طبعا، فكنت قلقان من الماتش ده بشكل كبير جدا. لكن الحمد لله حسم الصعود في الماتش دوت اللعيبه، لان اللعيبه من حظي برضو ان اللعيبه اللي كانت متواجده اللي حصلت الدروب بتاع كفر الشيخ كانت موجوده في نفس الماتش، لان احنا طلعنا بحوالي 15 او 16 لعيب في السنه دي استمروا معانا، فاللعيبه اتعلمت الدرس بشكل كويس وقفلنا على الفرقه بشكل كويس. انا عايز اقول لك ان ماتش الزرقاء ده انا عامل معسكر 5 ايام من بعد ماتش الاولمبي لحد ماتش الزرقاء، وكل يوم محاضره وكل يوم كلام، لان احنا اللي حصل فينا في ماتش كفر الشيخ السنه اللي قبلها حاولنا ان احنا نتعلم من الدرس بشكل كويس وما نديش استهانه لاي ماتش. يعني صحيح. طيب أنا لسه بكمل معاك الحوار الممتع ده، ولسه عندي شوية أسئلة كتيرة في هذا الشأن. بعد هذا الفاصل نكمل حوارنا مع الكابتن الكبير كابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، الحوار مع الكابتن محمد مكي في الفاصل، حلو برضو زي ما هو على الهوا كده بالظبط، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لسه هذا الحوار متواصل. كابتن محمد، صعدت للدوري الممتاز، أول سؤال بيتسأل وهو سؤال مكرر، أنت مكمل مع الفريق ولا لأ؟ هيروحوا يشوفوا مدرب اللي بين قوسين اللي بيتقال عليهم مدربين دوري ممتاز
ولا لا، وانا ضد الفكره دي اصلا، مفيش حاجه اسمها مدرب درجه ممتاز مدرب درجه ثانيه، ولا هيروحوا يقول لك طب هنغير اللعيبه كلها ونجيب لعيبه ثانيه. انتوا من انهي مدرسه يعني؟ الاداره متفقه معاك على ايه؟ الاول يعني برضو انت اكيد عارف ان انا ابن من ابناء نادي حرس الحدود طبعًا. دي ما فيهاش يعني ما فيهاش خلاف. انا من 2003 في النادي تدرجت من لعيب لمدرب مساعد مدرب عام مدير فني. ف في الاخر احنا بنشوف احنا ما اتكلمناش يعني ما قعدناش اتكلمنا بشكل في النادي بيفكر فيه او النادي هيعمل ايه، لكن احنا في الاخر كلنا يعني على زي ما قلت قبل كده ان احنا انا شهدت في النادي ده من اول الكابتن طارق العشري. هو كان صعد الفرقه، اشتغل الكابتن حلمي شويه مع كابتن طارق، بعد كده كابتن حلمي مشي، كابتن طارق استمر واتساند بشكل كويس وخد فرصته بشكل كويس جدا. بعديه الكابتن ابو طالب العسوي نفس القصه، الكابتن بسيوني، كابتن احمد ايوب، كابتن سامي قمصان، كابتن محمد حليم، كل الاسماء اللي انا بقول حضرتك عليها ديت شوف كل واحد دلوقتي ماسك ايه وفين. صح، خليت المسانده لحد ما بقوا فعلا مدربين كبار. بالظبط، ودلوقتي كلهم ما شاء الله حدث ولا حرج، كل واحد ماسك فرقه وماشي بيها بشكل كويس جدا. صح، كان كابتن طارق العشري مدرسه كبيره جدا في الكوره، وكابتن بسيوني ماشي بشكل كويس، كابتن سامي قمصان مدرب عام مع مدرب العام في نادي الاهلي بقاله ما شاء الله 4 أو 5 سنين ماشي. صح، بشكل ومدرب كل كوره، كابتن حليم القناه، الكابتن ايوب مسك منتخب مصر. قلت لي في الفاصل كابتن سامي قمصان من المدربين الكبار جدا. طبعا. ليه؟ شفت فيه ايه بقى؟ اشتغلت معاه؟ انا اشتغلت مع كابتن سامي طبعا، كنت كابتن سامي وكابتن حليم وانا اشتغلنا في 2017 مع حرس الحدود برضو، كان النادي نزل واشتغلت مع كابتن سامي وقدرنا نصعد بالفرقه في اول سنه برضو. مدرب مخه كل كوره، متعاون بشكل كبير جدا، بيدي اريحيه للناس اللي شغاله معاه، بياخد رايهم في كل حاجه، بيديك مساحتك في الشغل، ما بياخدش حقك في الشغل زي ما بيقولوا، يعني لو انت قلت له معلومه وهو بيقولها بيقول مك اللي قالها او حليم اللي قالها، ما بيبخلش عليك باي معلومه، حتى لو هو معاك او مش معاك ينطبق الكلام على حليم برضو نفس الكلام. الناس يعني ناس متعاونه جدا، السن برضو متقارب، حاجات كلها حاجات حديثه، بيحب بيتعلم كتير هو اذا كان حليم او كبسامي، بيتعلموا بشكل كويس وما بيبخلوش على الناس اللي معاهم باي معلومه، وده مهم جدا. فهرجع للسؤال تاني طبعًا. ان النادي اللي انا شفته على 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 مدار الفترات اللي فاتت كلها ان هو ساند ولاده ودعمهم بشكل كبير جدا. وسندهم لحد ما طلعوا كوادر محترمه وكوادر كويسه للكره المصريه، وده اللي واضح كل الاسماء اللي بقول حضرتك عليها ديت اسماء متواجده دلوقتي على الساحه وبشكل كويس وبشكل قوي. ففي الاخر انت انا زي ما قلنا هو بيبقى تكليف. يعني انت عارف القوات المسلحه اللغه بتاعتهم مش بيقول لك انت تمسك، بيقول لك ده تكليف. لا، وخاصه لما انت تبقى ابن النادي بغض النظر بقى اذا كان نادي قوات مسلحه ولا مش نادي قوات مسلحه، مجرد بس ان انت تبقى واحد من ابناء النادي، فاي واحد يعني بيتقال له كمل معايا فيبقى تكليف عشان انت من النادي. بالظبط كده، انت فعلا من النادي. بالظبط كده. بالظبط كده، انت بقالك 20 سنه يعني. بالظبط كده. فهو بيبقى تكليف من النادي. ففي الاخر اللي مجلس الاداره شايفه في مصلحه النادي انا بصدق عليه في اي مسمى. احنا كده كده بنشتغل، كنا بره النادي بنشتغل، كنا جوه النادي بنشتغل لصالح النادي مش لصالح اي حد تاني. صحيح، دي الجزئيه بتاع المدرب، لان في الاخر اللي النادي هيقوله احنا اكيد هنوافق. جات لك مؤشرات؟ حد قال لك ما تقلقش كابتن محمد انت معانا؟ حد قال لك اعمل حسابك كابتن محمد انت معانا؟ حد قال لك طب كابتن محمد لو جالك عرض تاني؟ ما انت خلاص دلوقتي بقى انت بقيت في الماركت ورقه رابحه، انه هتلاقي انديه كتير كمان تحديدا في الدرجه الثانيه بتقول لك تعالى بقى معانا الموسم الجديد. تمام. هل حد قال فتح لك الباب للمجال كده او لكده؟ عشان اكون صادق معاك، انا كلامي واضح وما فيهوش اي حاجه. لا، النادي عندنا بيتعامل ان انا موجود في النادي حتى هذه اللحظه. خلاص، النادي بيتعامل ان انا موجود في النادي، مش مهم بوزيشن ايه. عشان برضو الكلام يبقى واضح. النادي يعني النادي بيقول لك هو مكي موجود. لان في الاخر هو الموسم لسه ما خلصش. صح، احنا لسه قدامنا عندنا مباراه يوم الخميس ومباراه الخميس اللي بعدها. فالنادي بيقول لك انت متواجد، حضرنا بنحضر التقرير للي النادي عايزه، للي احنا شايفينه من وجهه نظرنا، اللي احنا شايفينه من مصلحه النادي، اذا كان اللعيبه المتواجده او اذا كان اللعيبه في قطاع الناشئين. كل الكلام ده احنا خلاص قدمناه لمجلس الاداره ومنتظرين هنشوف مجلس الاداره قرروا ايه. زي ما قلت لك هو احنا ولاد النادي يعني. حتى انا وعاصم عاصم برضو نفسي كان معانا نفس الجيل بتاعنا شغالين، هو وكابتن وسام معايا والجهاز بتاعي موجود وشغالين. اللي النادي هيصدق بيه او هيقول عليه احنا موافقين عليه بدون اي يعني بدون اي نقاش يعني. لان في الاخر زي ما قلت لك احنا اولاد النادي، وفي الاخر اللي النادي شايفه في المصلحه العامه كلنا هندور على المصلحه العامه بتاع النادي. طيب، برضو سؤال مكرر لكل الفرق او كل المدربين اللي صعدوا من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز، عندك مساحه كبيره، مساحه توقف كبيره تقريبا اكتر من 3 شهور، هتعمل ايه لحد ما الدوري الممتاز الجديد يتلعب؟ تمام، هتعمل ايه الفتره دي؟ عامل حسابك فيها تعمل ايه؟ انا بالنسبه لنا شايفها
لو ان شاء الله في نصيب وانا متواجد على راس الجهاز يعني، انا شايف ان دي فتره حلوه مش وحشه، انا شايف كده. خاصه ان احنا كنادي سقف الرواتب عندنا يكاد يكون يعني مش كبير، ما مش دايما النادي حرس الحدود مش كبير خالص على فكره. على وعايز اقول من على ايامنا كنت لسه هنطقها انا كنت بتكلم مع طارق العشري وقتها قال لي كل اللاعبين اللي عندي هو بيكسب الاهلي وبيكسب الزمالك وبيعمل نتائج خرافيه بالظبط كده، يقول لك احنا عقود اللعيبه عندنا قليله جدا ودايما ثوابت يعني بالظبط كده، من اكتر النادي اللي مثبت او عامل زي ما بيقولوا سقف بالظبط، عامل سقف رواتب مستحيل تتخطى. صحيح مستحيل تتخطى حد الكلام اللي الكابتن طارق قاله لحضرتك من 10 سنين صح ولا من 12، هو 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 نفس الكلام صحيح. فاحنا ما عندناش حل غير ان احنا نشتغل يعني، لان مش هتقدر تجاري الارقام اللي بتدفع اللي موجوده دلوقتي، لان في الاخر زي ما قلت لك حرس الحدود او قوات المسلحه عموما بتشتغل في سقف معين وفي سقف رواتب معين، فانت ما قدامكش حل غير ان انت تشتغل، ان انت تدور، انت شغال في اشتغلت في الدرجه هتحتاج تدعيم، لازم تحتاج تدعيم بشكل كويس، المفروض بشكل كويس، بس في الاخر انت مش هتقدر تشتري حاجه غير بسعر معين صح. مستحيل مستحيل هتقدر تشتري، ما لو اللي انت عايزه هتقول اسماء بقى وتقولها مزبوط. لكن انت في الاخر يعني بتفكر مش عارف مين فري، مش عارف مين عنده شرط جزائي، مش عارف حته صغيره قد كده، حاجات كلها وهتحارب عليها عشان تشوف هتقدر تعملها مش هتقدر تعملها. ففي الاخر انا شايف ان الفتره ديت يعني في ناس بتتكلم انها فتره، انا شايف للفرق الصاعده لا، هي مش فتره كبيره، هي فتره مناسبه ان انت ممكن تبدا تشتغل، تبدا انت ليك خمس اجانب، ممكن تبدا تشوف ناس بشكل كويس، ممكن تبدا تشوف القطاع عندك بشكل كويس جدا، عندك فرصه كويسه ان الدوري الممتاز شغال، فممكن تبدا انت تشتغل وتعمل ماتشات وديه، يجوز الفتره هنتكلم الشهر اللي هو اللي انت مش هتبقى فيه مجمع فريقك بشكل كويس، ممكن تطلع لك بلعيب باتنين، ده يبقى مكسب ليك انت وللنادي، وبعد كده تحط ايدك على الفرقه اللي انت عايزها بشكل كويس. صحيح. لان واقعيا هو انت هو الناس بتقول لك ايه، ده بس بقول لك على وجهه نظرا، الناس بتقول لك انت هتجيب لعيبه من الدوري الممتاز فمش هتلحق تتاقلم معاه عشان هو يخلص مش عارف ايه، ده اللي هيجيب من الدوري الممتاز بشكل هو شايفه. لكن انا يعني تخيلي ان احنا ما عندناش الارقام الكبيره اللي نقدر نخلص بيها لعيبه من الدوري الممتاز بالشكل اللي هو متوقع. صحيح. ففي الاخر انت ما عندكش حل غير انك تشتغل وتقعد زي ما بيقولوا كده تنقب على اللعيبه وتبدا تشوف، ده انا بكلمك كلام اللي هو اللي انا شايفه. برافو عليك. ممكن يكون كلام مش مظبوط او مش ما يعجبش حد تاني، او ما يعجبش حد تاني، بس هو بالنسبه لي انا مقتنع بيه من وجهه نظري. لان انت لو استنيت تقول ايه الدوري الممتاز هيخلص 30/8 يعني 1/9، خلاص انا هستنى بقى على 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 15/8 وابدا اكلم كريم وابدا اكلم فلان وابدا اكلم فلان، صح مش هتلحق. صح. ومش هتعرف تجيب، يبقى انت مش هتعمل فرقه، يبقى انت هتضطر كده تبقى عندك خطوات كتير جدا انت متاخر فيها. فده رايي انا في المده المتبقيه، لان انت ظروفك، ظروف النادي بتاعتك او اسمها ايه، الفلوس اللي عندك ما تقدرش تجاري الاستثمارات والفلوس اللي موجوده دلوقتي في الدوري. ده وجهه نظر انا، ممكن يكون كلامي مش يعني مش عاجب ناس زي ما انت قلت، بس انا بقول لك وجهه نظر انا للي انا شايفه. بس بمناسبه الفلوس اللي بتتضخ دلوقتي في فرق كبيره في الدوري الممتاز، هل فعلا الفلوس بتفرق؟ يعني هل الامكانيات الماديه دي بتفرق قوي، ولا كواليتي اللاعبين بقى دلوقتي قريب قوي من بعضه؟ يعني وقتكم لا، كان الكواليتي ممكن لا، في لعيبه كبيره في اهلي، لعيبه كبيره في زمالك، ممكن حرس الحدود يعملوا فرقه كويسه تبقى فيها نجوم واسماء، بس دلوقتي تحس ان الفرقه كلها شبه بعض او اللعيبه كلها شبه بعض، حتى اللعيبه اللي مع او الفرقه اللي ما عندهاش امكانيات. موافقك بنسبه، بنسبه يعني موافقك اللي انت بتقوله بنسبه. آه. بس انت مثلا النهارده يعني وانا قاعد اتكلم معاك دلوقتي انا عايز احمد رفعت يلعب معايا، تقدر تجيبه؟ لا، بس مفيش كواليتي زي احمد رفعت. انا بديك اسم كمان مش الاهلي والزمالك، صح. ناصر ماهر. انا بديك يعني انا الاسمين فهم. طبعا في لعيبه كتير كبيره، فاهم ده انا ببعدك عن الاهلي والزمالك. انا قصدي اقول لك يعني في لعيبه، لا لو انت مدرب عايز هتقول بقى عايز ده وعايز ده، بس انت مش هتقدر تعمل ده. اديني محمد ابراهيم بقى من اديني محمد ابراهيم اديني شادي اديني مصطفى شلبي بتاع ايه لسه طالع، اديني بن شرقي اديني زيزو. لو انت بتفكر في، لا في فروقات فرديه. كل ما اقعد مع ناس بتحب الكوره او بتفهم كوره لازم تذكر لي اسم مصطفى شلبي، لعب كويس على فكره. مصطفى شلبي مش كتير جماهير تاخد طيب بالها. انا هقول لك مصطفى شلبي، انا من 3 سنين أو 4 سنين كنت مع الكابتن طارق، رحت اتفرجت على بترول اسيوط، كان في بترول اسيوط والبنك الاهلي في الدرجه الثانيه، اتفرجنا عليه
وادينا توصيه انه نخلصه. غلوا في ثمنه ما قدرناش نخلصه. فده فلوس. صح. فقصدي اقول لك في الاخر لا، في الفروقات مش بعيده قوي. لكن في لعيبه في كواليتي يقدر يعمل لك الفرق. يفرق. طبعا بلا شك. كابتن محمد مكي حقيقي شرفتني ونورتني، بهنيك تهنئه كبيره جدا. انا كنت بحبك كلاعب، ربنا يخليك، وبحبك كمدرب، ودايما موفق، ومليون مبروك سعود حضرتك. انا بشكرك طبعا ان انا كنت متواجد معاك النهارده. بشكرك وبشكر كل الناس ديت، يا رب ما يكونش سهرناهم يعني او ازعجناهم او كنت حاجه. كنت منور ومشرف. ربنا كنت منور ومشرف. اشوفك على خير ان شاء الله. بشكرك جدا. ده كان لقاءنا الختامي مع الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود الصاعد حديثا الى الدوري المصري الممتاز، وايضا نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. أشوفكم يا رب على ألف خير.